لرجع أرضك وأرضي وأرض أختي من عيونهم لأولادين الحرام. كل من تابع وتعلق بمسلسل الدبور بجزئه الأول ينتظر بفارغ الصبر الجزء الثاني الذي يبدأ عرضه بداية شهر رمضان المبارك حصريا على الجديد. لورجيه شيء ما شافته أمك لا إله إلا الله. وللمناسبة تم تنظيم حفل لإطلاق العمل في صيدنية في سوريا بحضور أبطاله والفنان أيمن زبيب. اكيد في كتير اسئلة براسكم عن مصائر كتير من الشخصيات ومن الاحداث اللي تابعتوها بالجزء الاول من الدبور. كل هالاسئلة رح نجاوبكم عليها بالجزء الثاني من مسلسل الدبور. انتظرونا وان شاء الله تستمتعوا معنا. ما حاكشفكم كل اسراره، ولكن حاعطيكي ملخص سريع عن العمل. ملخص حيكون اكثر اثارة من الاول، دموية اكثر، رومانس اكثر، وفي بعض تفاصيل جديدة من البيئة الشامية اللي العادات اللي كانت سائدة تلك الفترة. الحين زي كمان اشخاص جديدة للعمل، وايضا رح نشوف قصة جدا فريدة لسه ما انطرحت سابقا بالاعمال البيئة الشامية، وان شاء الله حيكون العمل متميز عن الاول بكثير بكثير من الجرأة كمان والقوة والدراما الشامية، وفيها اسقاط للواقع كمان ايضا الواقع الحالي. ابو حمدي، بعد في حدا رح يضل عايش بمسلسل الدبور بالجزء الثاني؟ والله انا بوعدكم ما خلي حدا عايش بنور، ناوي الشر للكل. ان شاء الله نتوفق بالجزء الثاني وما يكون في جزء ثالث، يعني بكفي. كثير احداث حتصير بين ام اشرف وسلفتها، يعني هن ضراير عرفتي كثير. هي اللي حتصير بقى المشاكل هون، مش ضراير بمعنى انه زوجي على زوجي، لا، هن ضراير كسلايف، يعني هي من عين هي لعين هي تطق وتنبق. فهمتي ايش يعني؟ احنا من عين هي لعين هي تطق وتنبق في الشاي. هيدا بكره بالمسلسل ببقى بفهم. من عين هي لعين هي تطق وتنبق، بقى هيك دائما التنتين في غيره وفي كيد من بعضهم البعض، بقى وبصير بتعرف عن ماضيها اشياء وبتصير بقى تشتغل فيها. هاي ام عطا اللي هي انا انطوانيت نجيب، يعني رح يطلع بايدي اني انا اقدر صلح الاخوه اللي موجودين عندي اللي هن ولدين وخليهم يكونوا بشكل مثل ما انا بدي كام يعني لهم، ولا لا هذا بدي اتركه بقى للجزء الثاني لحتى يخلص وتقولوا لي اذا انتم حبيتوني اني قدرت ولا ما قدرت. وان شاء الله اني قدرت. إنتاج ضخم ذو حبكة درامية تعالج بمضمونها مشاكل حارة شعبية رفعت شعار القوي يأكل الضعيف. وحده الدبور الذي يلعب دوره سامر المصري يقف بالمرصاد ليرفع الظلم عن أهل حارته ويسترجع بالحق الطمأنينة للناس. أنا ناوي ألعب حارة الدبور.